مراد ليش تساوي؟ مو بدك تقتليني يلا قتليني. ممكن تشرحوا لي شو الظروف اللي مريتوا فيها لحتى وصلتكم للطلاق؟ اسمحي لي بليلة واحدة بس، وإذا ما تغيرت نظرتك وكان جوابك لا، بوعدك نفذ لك طلبي. ليش تأخرتي؟ جمدنا ونحن واقفين. رح أترك الباب مفتوح، بس ما بدي إياكم تفوتوا لجوا قبل الساعة 12، سمعاني؟ تمام. الحب لا يفهم الكلام، يوميا 7 ل 10 المساء على الجديد